أصبح الملك لله ولا إله إلا الله، سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق أبو عواش تبع مركز المحمودية محافظة البحيرة، ومعاكم قناة المواشي اليوم يوم 9/3/2023، وتعالوا نشوفوا العجول البقري العلف مع المعلم توفيق منصور. الله أكبر. الشراجوة طريق حوش عيسى يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر على الماء. اتفرج وملى عينيك وصلى على حبيبك النبي، اللهم صل عليك يا نبي. حلاوة وطعامة يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله. كسر جوز يطلع العيد الكبير. صباح الفل يا معلم منصور. صباح الفل. عامل ايه يا غالي؟ وانت طيب يا غالي، معاك وائل يا غالي. على راسنا يا استاذ وائل. حبيبي. ده عامل 29,000 في العيد، العجل ده يطلع على العيد الكبير، يطلع 800 850 كسر. الله أكبر. 29,000 يا جماعة، 29 يا معلم منصور. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. نعم. الله أكبر. 23,000 وعندي بهايم في 23,000. مفيش لحم معاك يا معلم منصور، احنا النهارده عندي على برضه على موعدنا على ثقة من الناس زي ما كان برضه بتتواصل معانا من قناة المواشي اليوم. اتصلوا بينا وقلنا لحد الزراير عندنا الموازين اللي انتوا عايزينها، من 500 لحد الطن. 500 لحد الطن. لحد الطن. الله أكبر. شراجوة تبع طريق حوش عيسى. الموازين ب 118 لحمة بلدي على وضعها. الله يبارك لك. لحمة بلدي على وضعها. الله يبارك لك. صادق ما بنكدبوش على الناس. الله يبارك لك يا معلم منصور. تليفوننا والتواصل معانا 010-64-6-4-9-80-78. الله يبارك لك يا معلم منصور. تواصل معانا في أي وقت، وكلامنا بينا وبين ربنا ثقة، وبدل ما أبو خيمة زرقاء موجود إن شاء الله ما فيش ضرر من ناحية. الله يبارك لك يا معلم منصور، طول عمركم عندكم مصداقية بمير الله ورزقكم على الله. الله أكبر. وبتتقوا الله بيعيدكم برضه. لا إله إلا الله. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله أكبر. اللهم صل عليك يا نبي. الله يبارك لك يا غالي ويصلح حالك. بسم الله ما شاء الله. المعلم منصور يا جماعة، الله يبارك لهم. بسم الله ما شاء الله. الشراج وطريق حوش عيسى يا جماعة، تبع مركز دمنهور. اللهم صل عليك يا نبي. اللي عايز لحم يا جماعة، عجول موجود عندهم. الله اكبر. اي موازين موجوده؟ اي موازين موجوده يا معلم منصور؟ الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. اي موازين موجوده؟ شراء ماشي، ميزانه ماشي، بيع وشراء ماشي، ميزان ماشي يا جماعه زي ما انتم عايزين. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر، الله اكبر. الله يقويكم ويعينكم يا رب، وكل عام وانتم بخير. اللهم صل عليك يا نبي. معلم محمد، صباح الفل. الجو عامل ايه النهارده في السوق؟ الجو متحرك من امبارح، الاسبوع اللي فات كان وحش. قاعد اسبوع وحش كده وفي حركه من امبارح، السوق هيغلى تاني. في حركه من امبارح. أيوه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. السعر النهارده غالي والله. السعر غالي النهارده. السعر غالي النهارده. اسعار في ارتفاع في الاسعار في المية في سوق ابو هواش يا جماعه المحموديه. الله اكبر، ربنا يرخي على العباد. والاكل زاد برضه، والبرسيم زاد طبعا. كل حاجه زادت. كل حاجه في البرسيم هيزيد يوفر الاكل للبنشو عشان العلفه غاليه. عشان العلفه غاليه. كان مبوظ السوق كان كابس بس الاسبوعين اللي فات. كان هجومي. ايام ياما العالم بتطلب. العرض ياما والطلب كان شويه. فطبعا الزبون دلوقتي العرض شويه والطلب ياما. مفيش لا ما فيش طلب بقى، ما خلاص دخل عليك موسم. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا غالي، الله يبارك لكم ويصلح حالكم. شاكرين يا معلم محمد، صباحكم ابد ان شاء الله. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. مال ما فيش بعد كده يا جماعه. المعلم منصور الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع، وعنده مصداقيه بمرض الله للتواصل معاه يا جماعه. احنا خدنا رقم تليفونه. وصباحكم ابد ان شاء الله، كل عام وانتم بخير. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا يا جماعه السوق بالشطه باطه، احنا داخلين على الظهر زي ما انتم شايفين. الله اكبر.